ومباشرة الكابتن أحمد عبده المعلق الرياضي، واللي كان بيمتعنا في تعليقه على نهائي كوبا ليبرتادوريس بين أتلتيكو مينيرو مع بوتافوجو البرازيلي. مباراة كانت حامية الوطيس زي ما بيقولوا من أول ثانية. كابتن أحمد مساء الفل، تحياتي ليك وتحياتي لأستاذ عبد الحكيم أبو علم. تحياتي ليك أستاذ محمد، وحشني جدا، الله يسلمك. وتحياتي للأستاذ عبد الحكيم، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، أهلا بيك. ومنورين الدنيا. اهلا بيك يا استاذ احمد، وفرصه كويسه النهارده. يعني لو هنتكلم على مواجهه باتشوكا مع بوتافوجو والمفاجاه نتيجه ان الفريق مطرود منه لعيب قدر يكسب اتلتيكو مينيرو 3-1، الاجواء دي وانت بتعلق على المباراه والمعلومات المتوفره لديك قبل ما الفرق دي تواجه الاهلي ان شاء الله يوم 14 ديسمبر على ملعب 974؟ طيب بكرر التحيه ليك مره اخرى. اهلا بيك. الفريق ده محمد من 4 سنين كان هبط لدوري الدرجه الثانيه، ورجع للمشروع. انت عارف انه الانديه في البرازيل بقت شركات مساهمه، فدخل ملياردير امريكي، هو عنده برضه نادي اولمبيك ليون اللي هو جون تكستور، واستثمر اموال كثيره جدا. يمكن اثناء التعليق لو سمعت انه اغلى صفقه في تاريخ الانديه البرازيليه كلها تياجو المادا الارجنتيني، اللي هو هيروح ليون فيما بعد. ده تقريبا كلفهم 30 مليون بس رسم انتقال للنادي الامريكي اللي كان بيملك عقده، بالاضافه طبعا لاستحضار افضل المدربين. لو نظرنا يمكن لو تفتكر اول مره كان الاهلي عمل معسكر في البرتغال سنه 2001 لما مستر مانويل كان تولى مسؤوليه تدريب الفريق. في الموسم ده في الدوري البرتغالي كان تقريبا في 3 أو 2 مدربين برازيليين، وكان دايما كل موسم يكون في 2 برازيليين في الدوري البرتغالي. حاليا في اخر 5 سنين تقريبا 30 مدرب برتغالي اشتغل في البرازيل، منهم اسماء انت عارفها، جيزوالدو فريرا اشتغل مع سانتوس، جورجي جيزو اشتغل مع فلامينجو وكسب الليبرتادوريس، بيل فريرا واخد في خلال سنتين 10 بطولات مع بالميراس منهم 2 ليبرتادوريس. اوكي. حاليا ارتور جورج اللي تعاقد معاه جون تكستور، وقبل كده برونو لاجي مدرب بنفيكا ومدرب ولفرهامبتون، باولو سوزا برضه اشتغل، فيترو ليفيرا. فاسماء تقريبا 30 مدرب في اخر 5 سنين، ده معناه نجاح هائل للمدربين دول. طب ليه هم ناجحين؟ هل بسبب الدراسه؟ يعني المدرب البرتغالي دايما مؤهل كويس في السنوات الاخيره. في اخر 20 سنه قلت لك انه الاتحاد البرتغالي عمل دورات حقيقيه وليست حاجات كوموفلاش يعني. بالظبط، لان طيب. في فرق بين الدورات الحقيقيه والتدريب الحقيقي والكورسات الحقيقيه، وفي فرق بين التدريب اللي هو يعني طيب. تحضر وكانك اروح معاك بقى لجزئيه الفرقتين نفسهم اللي هيلعبوا بعض يوم 11 ديسمبر في قطر. الفرقتين انت شايف مواجهه سهله لبوتافوجو، ولا باتشوكا ممكن يعمل مفاجاه ويكسب ويتاهل لمواجهه الاهلي بعد المستوى اللي شفناه في مباراه اتلتيكو مينيرو؟ بص، في المحافل دي، في البطولات دي دايما ما فيش افضليه لفريق على فريق، يعني خصوصا الكره اللاتينيه كلها بتعتمد على القوه، كلها بتعتمد على اللياقه البدنيه. يعني انت لما سالتني الفريق انطرد منه واحد في اول 30 ثانيه، طب ازاي الفريق ده استحمل الوقت الاصلي للمباراه واستحمل الوقت المحتسب بدل من ضايع وهو بيلعب منقوص من احد لاعبيه؟ لازم تبص للاعداد البدني الرهيب للفريق، الفريق معد بدنيا انه يلعب حتى لو ناقص من 2 لعيبه، بدنيا اقوياء جدا، سرعة جدا، حتى وهم منقوص منهم لاعب هم اقوى في الالتحامات واقوى أكيد. في السرعه واقوى في من اتلتيكو مينيرو اللي فيهم نجوم، فريق نجوم برضو اتلتيكو مينيرو على فكره، الفريقين من افضل الفرق في البرازيل السنه دي يعني. لكن اتلتيكو مينيرو مشكلته ان هو تراجع، غير فيليب سكولاري وميليتو، فحتى مش هيلعبوا في الليبرتادوريس الموسم اللي جاي، يعني الخساره بالنسبه لهم كانت كارثيه لانه هم غير مرشحين من الدوري للبطوله دي. لكن لما بتتكلم عن البطوله دي، طب باتشوكا على فكره احسن مركز 16 في الدوري وما تاهلش للادوار الاقصائيه غير مكسيكي مثلا، اكيد واخد بالك، لكنه يبقى بطل الكونكاكاف، ويبقى لدي برضو اسماء منهم سولومون روندون ده اللي كان يلعب في نيوكاسل يونايتد، مهاجمهم كان يلعب
في ايفرتون سولومون روندون وويست بروميتش فيلدي ولعب مع احمد حجازي في ويست بروم. في غير كده انه بوتافوجو تركيزه حاليا على الدوري لانه ما فازش بالدوري من سنه 95. هو عنده اثنين دوري في تاريخه، دوري في الستينات ودوري في التسعينات، لانه في الستينات تم اعتبار بطولات الكاس كانها مساويه للدوري، فبالتالي عنده لقبين بس. فكان قريب جدا انه يفوز بالدوري السنه اللي فاتت، لكن لما سابهم لويس كاسترو راح النصر السعودي مستواهم تراجع وخسروا في الامتار الاخيره، بالرغم انهم كانوا فارقين بفارق نقاط اكيد اكيد. كابتن احمد، المستوى ده لا ما تقدرش تحكم مين ليه الافضليه، مين ليه الافضليه. انا بشكرك شكرا جزيلا. للاسف يمكن وقت الحلقه ضيق جدا، لكن اكيد هيبقى في اتصالات ثانيه ومناقشات مهمه جدا في الايام القادمه مع قرب موعد المباريات لما الفريق يسافر قطر ان شاء الله يوم 10 ديسمبر. شكرا جزيلا كابتن احمد عبده المعلق الرياضي.